طبعا انا تم اعتقالي ب 14/9/2022 على معبر الظهرية. تم اعتقالي قبل الافراج عن اخوي. طبعا لحظة الاعتقال تم اقتيادي لجهة مجهولة ما بعرف عنها نهائيا. وبعديها بفترات تم نقلي من مركز عتسيون على مركز حبارة. ومن ثم تم نقلي على مجده واعطائي 6 شهور اداري. هذا الاعتقال بيختلف اخر السنة من بعد الحرب اختلف كليا. السجون لم تعد سجون. اصبح اليأس موجود في صفوف الأسرة. بالنسبة للافراج بالنسبة للاعتقال الاداري ومدة الاداري طبعا تم تجريد الأسرة من جميع مقتنياتهم. لا شيء حتى الطعام. طبعا انا تم نقلي من سجن مجده بعد عام اداري. نقلت عند اخوي شريف. طبعا شريف اخوي امضى 21 عام في السجن. فنقلت عنده على اساس ان اكون موجود معه. وطبعا اخوي ثائر في الحرب بعد ما دخلت الحرب. جاني خبر انه تم اعتقال اخوي ثائر واصدار الحكم الاداري بحقه. المرض متفشي بشكل كبير في الأسرة. طبعا الأسرة قبل أربع صبحيات وجهوا لي رسالة أن أوصلها للأخ قدورة فارس وعلى الجهات المعنية كمان أنه يتم التدخل بشكل سريع. خلال أيام إن لم يتم التدخل بشكل سريع سيكون هناك شهداء. طبعا المرض قاسي للغاية. 90% من أسرى سجن النقب هم مصابين. طبعا هذا المرض إدارة مصلحة السجون مخفية هذا المرض لأنها حاولت أنها تسيطر عليه ولكن تفشى كبير في صفوف الأسرى. صار مرض جذري جذري الماء يحكوله. هلأ إعلاميا إدارة مصلحة السجون مغطي عليه والاحتلال مغطي عليه كتير هذا المرض لحتى ما يصير تجاوب معه من قبل الإعلام الفلسطيني أو يصير عليهم ضغط. طبعا الأسرة معظم الأسرة اللي كان وزنه 120 صار وزنه 60. معظم الأسرة خسروا أوزان كبيرة. أنا بالنسبة لي كان وزن 96 كيلو. حاليا ما بعرف قديش. كان دمي 18 ونزل وزني تقريبا للنص. أكثر من النص نزل وزني. 45 كيلو خسرت من وزني بسبب سوء التغذية. اليوم الحمد لله رب العالمين بإفراج أخونا سامر قنديل في مخيم عسكر. مع أنه كانت الفرحة منقوصة لأنها بيت مناضلين. إخواننا بدار قنديل الناس مناضلين إلهم أخو شهيد وإلهم إخوة في سجون الاحتلال مدى الحياة وأخو ثائر في سجون الاحتلال. فرحتنا منقوصة في الوضع العام الموجود في المخيمات الضفة في قطاع غزة في الشهداء كل يوم في اجتياحات كل يوم في هدم في قتل. الحمد لله الحمد لله. احنا بنتمنى الافراج العاجل عن جميع اسرانا مع انه احنا بنشوف يعني بنتفاجئ بالوضع الصحي اللي بيطلع فيه اسرانا من سجون الاحتلال. وضع صحي سيء. اجسام نحيله بالصحه بس ولكن هي مليانه عزيمه وقوه. الحمد لله احنا مبسوطين ولكن زي ما حكينا الفرحه منقوصه. بنقدم شكرنا باسم اهالي مخيم عسكر وباسم تنظيم مخيم عسكر لاخوتنا في تنظيم الظاهريه وشباب الظاهريه لانهم ونعم السند والاخوه على ما قدموا لاخونا سامر قنديل في استقباله.